النهارده عن الهايبركالسيميا. اول حاجه هنتكلم عن الديفينيشن. الهايبركالسيميا ده كوركتد توتال سيرام كالسيوم ليفل بيبقى اباف الابر ليميت اوف نورمال رينج، او الاليفيتد ايونايزد كالسيوم فاليو بيبقى الصوت بيقطع من عندي انا لوحدي صوت ولا كويس من فعلا. عند عمرو؟ لا صوت عندنا كويس. تمام كده دكتوره ساره؟ الصوت واضح كده يا جماعة؟ واضح يا عمرو، اتفضل كمل. تمام. ال distribution بتاع الكالسيوم يعني بتوزع من السكيلتون بيكونتين 99% of total body calcium و remaining 1% circulates throughout. ال distribution بتاعنا هنتكلم ال 1% دولت اللي موجودين في البادي فلويدز. البلود كالسيوم بيبقى متقسم non diffusible او non filterable، بيبقى باوند للالبومين او للجلوبولين بنسبه 80% ل 20%، وبيبقى 65% او من 55 ل 65% بيبقى ديفيوزابل او فلترابل. 80% منهم بيبقى ايونايزد، و20% منهم بيبقى كومبلكسد، بيبقوا كونجيجيتد مع بايكربونيت او سيتريت او فوسفيت. البروتين بايندنج اوف كالسيوم دي بتتاثر بالبي اتش. في الميتابوليك اسيدوزيس بيبقى فيه ديكريس في البروتين بايندنج، وده بالتالي لما بيبقى البروتين بايندنج بيقل بيزيد الايونايزد كالسيوم. وفي الميتابوليك الكالوسيس بيحصل العكس، الانكريز بيحصل انكريز في البروتين بايندنج وبيقل الايونايزد كالسيوم. الايونايزد كالسيوم ده الاكتيف فورم بتاع السيرم كالسيوم، عشان كده لازم ادجست الكالسيوم مع السيرم البومين. الفورمولا طبعا بتاعت الكوريكشن الميجرد كالسيوم زائد 8 من 10 في 4 ناقص الميجرد البومين. الكالسيوم بيبقى بالملي جرام بير دي سي لتر، والالبومين بيبقى بجرام بير دي سي لتر. كل 1 جرام بيقل في الالبومين اقل من 4 بيبقى قدامه الكالسيوم بيديكريز 8 من 10. هنتكلم بعد كده عن المانيفستيشنز بتاعت الهايبركالسيميا. دايما كنا بنسمع عن الرينال، الجمله اللي هي المشهوره يعني الرينال ستونز والبونز والابدومينال المونز والسايكل كرونز. هي دي بالظبط المانيفستيشنز بتاعتنا. الرينال ستونز بتيجي بنيفروليسياسيس ونيفروكالسينوزيس ونيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس ودي هايدريشن. في البونز بيبقى فيه بوني بينت وارثرايتس واوستيوبروسيس واوستايتس فايبروزا سيستيكا. في ده بيحصل في الهايبر باراثايرويديزم، بيبقى فيه سب بريوستيال ريزوربشن وبون سيست. الجي اي تي سيمتومز او الابدومينال مونز بتبقى النوزيا والبومتنج والابدومينال يعني ابدومينال بين والكونستيبيشن والويت لوس، ويبقى فيه بانكريتايتس وبيبتيك ألسرز. الحاجات النيورو اللي بتحصل بيبقى فيه كونفيوجن وامبيرد كونسنتريشن والليثارجي وفاتيج ماسل ويكنس، وممكن يحصل كيراتوبسي كمان باند كيراتوبسي. الكارديو فاسكولار بيحصل كذا نوع من الاريزميا وبرادي كارديا وشورت اند كيو تي انترفال في الاي سي جي وهايبر تنشن. ممكن يحصل برضو معانا في الاي اتشنج وكيراتايتس وكونجكتيفايتس. هنتكلم بس حاجه بسيطه كده عن الفسيولوجي يعني بتاعنا والنورمال فسيولوجي. الالترا فايلت ريز لما بتيجي على السكن بيبقى فيه ال 7 دي هيدرو كوليكال سيفرول، ده اللي بيروح للليفر بيبقى بيتحول ل 25 هيدروكسي فيتامين دي، ده اللي هو الكالسيديول. بعد كده الكدني بتطلع ال 1 الفا هيدروكسيليز اللي بتكونجيجيت مع 25 هيدروكسي فيتامين دي، وبيعملوا الاكتيف فورم اللي هو 125 داي هيدروكسي فيتامين دي اللي هو الكالسيترايول. الكالسيترايول ده هي 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 هيعمل معانا، هيزود الكالسيوم معانا بثلاث طرق، ثلاث ميكانيزمات، بان هو بينكريز الكالسيوم ابسوربشن من الانتستين، وبينكريز الكالسيوم ري ابسوربشن برضه من البروكسيمال كونفليوتد تبيول، وبيزود الكالسيوم ريليز من البوند. بعد كده الحاجه كمان اللي بتزود معانا الكالسيوم الباراثايرويد هرمون، ده بيحفز برضو ان الكدني تطلع ال 1 الفا هيدروكسيليز، وبالتالي بتساعد في الاكتيف فورم بتاعت الفيتامين دي.
وبيزود الكالسيوم ري ابسوربشن من الديستال من الـ من الـ من الـ من البروكسيمال كونفيوتد تبيول من الـ من الديستال كونفيوتد تبيول، وكمان بيزود البون يعني ريزوربشن والكالسيوم ري. الكالسيتونين هو هرمون من البارافوليكولار سيلز بتاعت الثايرويد، ده بيرفرس الافكت بتاع الباراثايرويد هرمون. ده هيشتغل معانا بان هو هيعمل ري ابسوربشن يعني ري ابسوربشن هي انهبيت الري ابسوربشن للكالسيوم من الكيدني، وهي هي بالنسبه لنا هيبقى هي هيقلل الكالسيوم بروست كلوز. بعد كده هنتكلم عن الكوزز بتاعه الهايبر كالسيميا، حاجات بي تي اتش ريليتد. اول حاجه البرايمري هايبر باراثايروديزم، ممكن يبقى فيها ادينوما او كارسينوما، وممكن حاجات اندوكراين زي المين 1 و 2 اي. والتيرشري هايبر باراثايروديزم ده في الاند ستيج رينال اللي هو بتبقى اوتونوماس ريليز. والليثيوم ده بيغير السيت بوينت او بتاع الريسبتور السنسنج للكالسيوم، ما يعني هو بيزود الثريشولد بتاعه يعني. وفي في ديس اوردر كده فاميليال هايبوكالسيوريك هايبر كالسيميا، ده اوتوزومال دومينانت ديس اوردر، بيحصل ميوتيشن في الكالسيوم سينسنج ريسبتور، بيديكريز الريسبتور اكتيفيتي، والبيشنت بيبقى معاه هايبر كالسيميا وهايبوفوسفاتيميا ونورمال ومايلد اليفيتد بي تي اتش ليفل. المالجنسي برضو معانا من ضمن الكوزز، بتحصل بكذا بكذا طريقه. ممكن يبقى فيه اوستيوليتيك هايبر كالسيميا، ديت السيتوكاينز برودوسد باي التيومر سيلز يعني، ودي بتؤدي لاوستيوكلاست بون ريزوربشن. دي موجوده في السوليد تيومر بريست كانسر واللنج كانسر والميلوما والليمفوما. وفي هيومورال هايبر كالسيميا اوف مالجنسي، بي تي اتش ريليتد بالتايد، ده بالنسبه لنا يعني يعني هرمون برضو بياكت او بروتين بياكت برضو ذا سيم از البي تي اتش، على بيشتغل على نفس الريسبتور بتاع البي تي اتش وبيكوز بون ريزوربشن. ده بيبقى موجود في سكويمس سيل كارسينوما في اللانج وفي الهيدند نيك، وفي الكارسينوما في الاوفيريان والبلادر والرينال. وفي تيومرز زي الهوجكن واللان هوجكن الليمفوما، دي يعني بتريليز كالسيترول برودكشن. في الجرانيلوماتس ديزيز زي الساركويدوزز والتي بي، ديت هتحول الكالسيديول اللي هو الان اكتف فورم للكالسيترول اللي هو الاكتف فورم. بين الماكروفيجز اصلا اللي موجوده في الساركويدوزز او في الجرانيلوماتس ديزيز عامه يعني، بتطلع 1 الفا هيدروكسيليز اللي هي بتطلع اللي هي اساسا بتطلع من الكيدني وكانت بتخليه اكتف، هي بتطلعه من الماكروفيجز فيها، وده بيزود الهايبر كالسيوم. اذر كوزز بقى، في حاجه اسمها ميلك الكالايز سندروم. لما نيجي نعالج البيبتيك ألسر او حاجه، في بعض الادويه بيبقى فيها لارج كوانتيتيز اوف كالسيوم كربونيت بيزد اند اسيد، دي بتعمل هايبر كالسيميا. وفي فيتامين دي وفيتامين اي انتوكسيكيشن، الفيتامين دي انتوكسيكيشن ده ممكن مع عيان الدايلسيس اللي بياخد اكتيف فورم اوف فيتامين دي، دي ممكن يحصل بكميه كبيره يعني، ده ممكن يحصل معاك كده. والفيتامين اي انتوكسيكيشن ده برضو بيزود الاوستيوكلاست بوند ريزوربشن وبيعمل هايبر كالسيميا. السايزايد يوز دايركت ده بيزود الكالسيوم ري ابسوربشن. والسيروتوكسيكوزيس نفس الكلام، بتزود ستيموليت الاوستيوكلاست بوند ريزوربشن. بعد كده هنتكلم عن الانفستيجيشن او دايجنوستيك ابروتش. احنا طبعا ممكن نعمل انفستيجيشن العاديه، الكريات، اليوريا، سيرام البومين، الاي سي جي، كل الحاجات دي مفيش مشكله. بس احنا بنتكلم على ان احنا نوصل لتشخيص بالظبط للهايبر كالسيميا، فاحنا اول حاجه هنتاكد من الهايبر كالسيميا ان احنا بالتحليل والكوريكت هايبر كالسيميا. وبعد ما نتاكد خلاص احنا هنمشر الاي بي تي اتش، لو كانت هاي او لو او لو نورمال. الهاي لو طلعت هاي الاي بي تي اتش هنمجر اليورين كالسيوم كرياتين ريشيو، لو طلع هاي ريشيو يبقى احنا بنتكلم في ان هو برايمري هايبر باراثايروديزم، لو طلع لو يبقى احنا بنتكلم في البوسيبل فاميليال هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميا.
بعد كده هنشوف الجيناتيك تيستنج للكالسيوم سينسنج ريسبتور ده والفاميلي كوزز ده، بحيث ان احنا بندور على الفاميليا الكوز يعني ده. لو طلع نيجاتيف هنعتبرها ان هي برايمري هايبر باراسايتوتيزم. لو لو هنقيس البي تي اتش ريليتد بيبتايد والفيتامين دي ليفلز. لو اليفيتد البي تي اتش ريليتد بيبتايد هيبقى ده مالجنسي، لو اليفيتد الاكتيف فورم اللي هو ال 125 داي هيدروكسي كانسيفرول ده هيبقى مع الليمفوما والساركويدوزز والجرانيلوماتس ديس اوردرز. لو اليفيتد الكالسيديول بس ده بيبقى مع موجود مع الفيتامين دي انتيك او انتوكسيكيشن. لو نورمال فيتامين دي وبي تي اتش ريليتد بيبتايد ده بيبقى ماشي اكتر مع الفيتامين اي او السيتوتروبين سيتوتوكسيكوزز والمايلوم. بعد كده هنتكلم عن المانجمنت. المانجمنت هنقسم الاول بس الهايبر كالسيميا لمايلد ومودريت وسيفير. المايلد هايبر كالسيميا السيرام كالسيوم بيبقى من 10 ل 12 مللي جرام، والمودريت هايبر كالسيميا من 12 ل 14، والسيفير اكتر من 14. المايلد هايبر كالسيميا غالبا بتبقى سيمتوماتيك وغالبا ما بنحتاجش ميديكال تريتمنت. احنا من افويد بس الحاجات اللي ممكن تاجريفيت الهايبر كالسيميا يعني زي الدايريتكس والليثيوم والهاي كالسيوم دايت والفوليوم ديبليشن والبرونجد ان اكتيفيتي، عشان البيد ريدن او البادج ديزيز دي من الحاجات برضو اللي بتزود معانا الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي والهايبر كالسيميا. المودريت هايبر كالسيميا دي لو اسيمتوماتيك هنعملها نفس معامله المايلد هايبر كالسيميا نفس الكلام. لو سيمتوماتيك هنمشي بانترافينوس نورمال سلاين او بيسفوسفونيت. هنتكلم على كل حاجه بالتفاصيل بعد كده. السيفير هايبر كالسيميا دي من الاول لازم هنبتدي ميديكال تريتمنت طبعا الانترافينوس نورمال سلاين كالسيتونين سنسيبار او سيناكالسيت الفيروزامايد والبيسفوسفونيت. لو سيفير او يعني بيسموها هايبر كلاسيميك كرايسيس ممكن نتدخل ساعتها بدينسوماب او هيمو دياليسيس او ممكن نوصل لباراسيروتيك. اول حاجه هنتكلم عليها في التريتمنت الهايدريشن والدايريتكس. الايزوتونيك سلاين هنمشيه بانيشال ريت ده في حالات المودريت والمودريت السيمتوماتيك والسيفير. ايزوتونيك سلاين انيشال ريت 200 ل 300 مللي بير اور، ونحافظ ان اليورين اوتبوت بتاعنا يكون 100 ل 150 مللي بير اور. طبعا ممكن العيان يدخل معانا في اوفر لود او حاجه، فاحنا بالنسبه لنا دلوقتي ساعتها هنفكر في الدايريتكس. بس الدايريتكس بالنسبه لنا كانوا بيستخدموه قبل كده مجرد ما العيان يوصل ايه فوليميك او حاجه، بس هو لقوا ان هو لقى الريسك بتاعته ان هو العيان يدخل في هايبوكاليميا او هايبوماجنيزيميا او الكترولايت امبالانس، دي بت اوفر ويت البينيفيتس. فاحنا مش هنديه غير في حالات الاوفر لود، لو في حاله هارت فيلير او لود او رينر فيلير. بعد كده اللي هنتكلم عن الكالسيتونين. الكالسيتونين انهبيت البون ريزوربشن وانكريز الرينال كالسيوم اكسكريشن. ده زي ما قلنا ان هو هرمون من البارافوليكولار سيلز بتاعت الثايرويد، ده بيريفرس البي تي اتش. السالمون كالسيتونين ممكن الدوز بتاعته تبقى من 4 ل 8 انترناشونال يونت بير كيلو جرام، هتتاخد انترا ماسكولار او سب كوتينيوس كل 6 ل 12 ساعه. دي هتقلل البلازما كالسيوم من 1-2 مللي جرام بير دي سي لتر وزين سيفرال اورز. ده فكره ان هو بيبقى يعني رابد اونست على طول، بيشتغل على طول. بس هو الفكره كلها ان هو في خلال 24 او 48 ساعه ممكن يدخل العيان في تاكي فلاكسز، يعني الاستجابه للدواء نفسه بتقل في الوقت ده، فمحتاجين نزود جرعه اكبر منه كل شويه. ساعتها يعني احنا بالنسبه لنا بس بيبقى شغال اكتر اول 24 او 48 ساعه. مفيش توكسيستي منه او وسيف رينال فيلير. بعد كده الجلوكوكورتيكويد اللور الكالسيوم كونسنتريشن باي انهبيتنج السيتوكاين ريليز اللي في بعض المالجنسي، وليه دايركت سايتوليتيك افكت اون سام تيومر سيلز. انهبيت الانتستينال كالسيوم ابسوربشن وانكريزنج اليورينري كالسيوم اكسكريشن. يا عم ايوه يا دكتوره سلام، معلش انا ممكن بس قبل ما ننقل نقطه ثانيه، كالسيتونين الميكانيزم بتاعه هل بيزود الكالسيوم اكسكريشن في اليورين ولا بيعمل بون ديبوزيشن اوف كالسيوم؟ لا هو كالسيوم ديبوزيشن في البون.
لا هو اللي موجود علشان انا كده اتفضل اتفضل. ان هو بينهبت البون ريزوربشن وبينكريز الرينال كالسيوم اكسكريشن. طيب انا هستخدمه ازاي في رينا فيلير طالما لو هو ما فيش اكسكريشن؟ هو ده الميكانيزم بتاعه ان هو بينزل الكالسيوم في اليورين، فانا لو في رينا فيلير انت بتقولي ما فيش سايد افكت، هو بس سيف انا اللي رينال انا فيلير. فاكراه وعايزه اراجعها تاني ان هو بيعمل تمام. بون ديبوزيشن، كالسيوم ديبوزيشن في البون، ده اللي انا فاكراه. معرفش لو حد فاكر معايا الباشا حازم بتاع الدراجز بتاع الفارماكولوجي يا فندم راح فين؟ ايه موجود يا فندم الميكانيزم بتاعه؟ موجود. الميكانيزم بتاعه ايه؟ هو الكالسيتونين فكرة ان هو بيشتغل، هو اسرع واحد بيشتغل في قصة الهايبر كالسيميا، اسرع دواء فعلا، ان هو كأنه بيعمل بون كونستيبيشن، بيوقف فقد الكالسيوم من البون. هو بينهبت، بيعمل سادن انهبيشن للاوستيوليتيك اكتيفيتي. ف بيقلل الريسوربشن، بيمنع بالظبط كده يا فندم، الموبلايزيشن بتاع الكالسيوم من البون، لكن الميكانيزم بالظبط بتاعه هل بيزود اكسكريشن في اليورين؟ بيزود الاكسكيوشن، بس ده السكندري ميكانيزم، مش ده المين ميكانيزم، او مش ده الميكانيزم اللي احنا بندور عليه في الحالات دي يعني. والا ما كانش يبقى يعني ما يبقاش اكسبتد في رينا فيلير اعتقد. بالظبط كده، بالظبط. مش ماشي يا عمرو، معلش يعني على المقاطعة. لا لا مفيش. تمام تمام يا دكتور اسامه. اتفضل اتفضل. بعد كده هنتكلم على الجلوكوكورتيكويدز زي ما اتفقنا، يعني ان هو ممكن الانيشال دوز بتاعته من 20 ل 60 مللي جرام بر ديسيليتر من البريدنيزون، والبلازما كالسيوم كونسنتريشن مي تيك 5 تو 10 دايز ان هو الوضع يتصلح يعني. ودي زي ما قلنا بتيجي في، يعني ممكن تعالج المالجنسي اكتر من ما ينفعش مع الهايبر باراثايرويدزم. بعد كده هنتكلم على البيسفوسفونيت، ده بايروفوسفيت انالوج ستيموليت الاوستوكلاست ابوبتوزس، وعن طريقها هتديكريز الاوستوكلاست ميديتد بون ريزوربشن. ليه سايد افكتس؟ بس ان هو امبيرد رينال فانكشن واوستيو نيكروزيس اوف ذا جو وفلو لايك سيمتومز. ده معانا ايه اكتر حاجه يعني ممكن ان احنا نستخدمها؟ اول مثال اللي هو البامدرونيت او التريد نيم بتاعه الاريديا، الدوز بتاعته من 60 ل 90 مللي جرام انفيوزد اوفر 2 تو 4 اورز. الهايبوكلازيميك ريسبونس هنا بيبقى متاخر شويه عن قبل كده ما اتكلمنا عن الكالسيتون مثلا، بيبقى within 2 days والبيك بتاعه بيوصل في خلال 7 ايام. ممكن نستخدمه، او هو بيبقى موجود اكتر من اسبوعين، ممكن نعيد تاني ان احنا نديه بعد 7 ايام لو لسه في هايبر كالسيم. بعد كده في الزوليدرونيت او الزوليدرونيك اسيد اللي هو التريد نيم بتاعه الزوميتا، ده مور بوتنت عن البامترونيت، والدوز بتاعته 4 مللي جرام دوز انفيوزد اوفر 15 مينتس. الامبيرد رينال فانكشن في الحاله ديت لو كريات اكتر من 4.5 لازم نستخدم ويز كوشن الاي في بيسفوسفونيت تو تريت الهايبر كالسيميا، عشان قلنا في السايد افكتس ان هو بيمبير الرينال فانكشن. وبنعمل طبعا جود هايدريشن وريديوس الدوز على وسلور انفيوجن بالنسبه للزوميتا او الزوليدرونيك اسيد 4 مللي جرام اوفر 30 تو 60 مينتس، وبالنسبه للفاميترونيت 30 تو 45 مللي جرام اوفر 4 اورز. الدونيزوماب او البروليا ده فولي هيومن مونوكلونال انتي بودي انترفير ويز اوستيوكلاست ماتيوريشن والفانكشن والسرفايفل بتاعت الاوستيوكلاست، ده الدوز بتاعته ب 60 مللي جرام سبكوتينيوس كل 6 شهور. بس ده آخر حاجة ممكن نتكلم فيها، وشكرا يعني. شكرا يا عمرو.